بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة النجم. وسورة النجم ترتيبها في المصحف 53، وهذه السورة سورة مكية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأيها 62 آية. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف. ووقع في رواية غيره تسمية غير أمية. فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه سجد لما فرغ من قراءتها، لأن السجدة في هذه السورة فيها آخر السورة. وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب، استكبر عن أن يسجد لله تبارك وتعالى فأخذ كفا من تراب فسجد عليه، وفي رواية فرفعه إلى وجهه فقال: يكفيني هذا، فقال: يكفيني هذا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف وقيل غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قوله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، قيل النجم المقصود به هنا الثريا، الثريا، والثريا إذا سقطت مع الفجر، والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما. فالثريا مجموعة من النجوم، ليست نجما واحدة، لكن هذا من إطلاق المفرد على الجمع. وقيل النجم هنا النفس الذي ليس له ساق، والنجم إذا هوى، يعني النجم الذي النبات الذي ليس له ساق، كما قيل أيضا في قوله تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. قيل النجم النبات الذي ليس له ساق بخلاف الشجر. فعلى هذا يكون المعنى: والنجم يعني النفس الذي ليس له ساق إذا هوى، يعني إذا سقط على الأرض. وقيل النجم نجوم القرآن، نجوم القرآن، يعني والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل، لأن القرآن الكريم كان ينزل نجوما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والنجم إذا هوى أي إذا غرب وغاب عن الأقطار، أو إذا هوى يعني إذا انتفر يوم القيامة أو انقض. والحقيقة هو مر مرور الكرام على كلمة انقضى، مع أنها مفتاح لقول رجحه يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المقصود
من قوله والندم إلى هوى، الإشارة إلى حفظ السماء بسبب نزول القرآن الكريم، حيث حرفت السماء وكانت الشياطين ترجم بالنجوم وبالسهب إذا أرادت أن تسترق السمع كما سيأتي بيانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وذلك كما جاء في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول: ومن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول: أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيله رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم، فقال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، يعني النجم هنا المقصود بالقرآن حينما كان ينزل منجما، يعني أجزاء مفرقة، أربع آيات، ثلاث آيات، تنزل سورة كاملة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وكذلك روى عطاء عنه، وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد واختاره الفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، فيكون هذا أحد أسماء القرآن الكريم، نجما والنجم يعني والقرآن الكريم، لتفرقه في النزول. والعرب تسمي التفرق تنجما، والمفرق نجما، ونجوم الكتاب أبساطها. ويقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا. هذا هو الاستعمال اللغوي لهذا التعبير، جعلت مالي على فلان نجوما، يعني أقساطا، ما نسميه نحن الآن أقساط. جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا، يعني كل قسط كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها، فيقولون: إذا طلع النجم، يريدون بذلك الثريا، حل عليك الدين. ومنه قول زهير: في دية جعلت نجوما على العاقلة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجمي. يعني أنهم عدلوا عن الشأف وعن القصاص والقتل، لأن قبلوا أن تدفع عاقلة الجاني، يعني الدية منجمة مخصصة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يغرقوا ما بينهم من محجمه، ولم يعني يسفكوا دما ولو قليلا. ثم جعل كل تنجم تفريقا، وإن لم يكن مؤقتا بطلوع نجم. استعمال كلمة التنجم على أنها تساوي التفريق، و يعني إيه، لم يشترط أن تكون مرتبطة بالفعل بطلوع النجم. والنجم إذا هوى، فإذا كان النجم إذا هوى هو القرآن الكريم لنزوله منجما أو على نجوم، فما معنى هوى على هذا القول؟ معناه نزل من علو إلى سفل. والنجم إذا هوى يعني والقرآن المنجم المخطط أو الذي جزء أجزاء وتفرق إنزاله، إذا هوى يعني إذا نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد: هوت العقاب تهوي هويا، بفتح الهاء، هوت العقاب تهوي هويا إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن الأعرابي، وفرق بين الهوي لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوي. وقال الليل: العامة العامة تقول الهوي بضم الهاء في مصدر هوى يهوي. وكذلك قال الأصمعي: هوى أو هوي يهوي هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهوي في السير إذا مضى. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، غلط فيه أبو محمد ابن حزم أقبح غلط من أخطاء الشريعة للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أنه ذكر في ضمن أسماء الرب تبارك وتعالى الهوي،
زعم ابن حزم أن من أسماء الله الهوي كان واستحتج بما في الصحيح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي، سبحان ربي الأعلى الهوي. وهذا والله تعالى أعلم، ربما لأن ابن حزم لم يخالف العلماء مخالطة يعني كاملة كما ينبغي لمن يسلك هذا الطريق، فربما هذه كانت هذه إحدى سقطاته التي تنشأ من مثل هذا، وهو التضحيط في فهم بعض الأحاديث لعدم التلقي على الشيوخ، لأنه ربما لو تلقى هذا عن شيخ ما كان يقع في هذا الفهم الذي تبدى به وأوقعه في خطأ الفهم. فكانت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي، فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب، يقال مضى هوي من الليل على وزن سعيد، ومضى هزيع من الليل أي صرف وجالب. والمقصود في الحديث كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه، الهوي من الليل يعني إيه؟ في قطعة من الليل وفي وقت طويل من الليل كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ويفسر ذلك ما صرحت به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في اللفظ الآخر، فقالت كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوية من الليل، الهوية من الليل. واضح يبقى إذن إعرابها إيه هنا بقى؟ إعراب قولها كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي، يبقى إعراب الهوي إيه؟ ها؟ الهوية من الليل في ظرف زمان. يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدنا إلى قوله والنجم إلى هوى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية علي بن أبي طلحة وعطية يعني الثريا إذا سقطت وغابت، القول الأول والنجم إلى هوى يعني القرآن إذا نزل منجم إلى هوى، إذا نزل من علو إلى سفح، والنجم إلى هوى قيل الثريا إذا سقطت وغابت، وهذه الرواية الأخرى عن مجاهد. والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا، قال يعني قال الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. فالعرب إذا أطلقت كلمة النجم تقصد به الثريا. وقال أبو حمزة اليماني والنجم إذا هوى يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة، والنجوم إذا انتثرت أو إذا انتثرت يوم القيامة. فقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمعة. يقول ابن القيم هذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال، الإمام ابن القيم يرجح هذا القول، قول الحسن وهو أيضا يعني قول ابن عباس في رواية عكرمة عنه، يعني بالنجم إذا هوى النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت يعني أي النجوم في آثارها عند استراق السمع. وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويقول سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له، على أن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، يعني تماما كقوله تعالى في سورة الصعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، بعدما ذكر يعني صفات القرآن الكريم وأنه تنزيل من الله تبارك وتعالى. فهنا ربط بين رجم الشياطين بالنجوم وبين حفظ القرآن، لأن كما قالت الجن أيضا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فتهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقدا. فحرقت السماء حتى وذلك إرهاقا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل صيانة القرآن الذي يعني كان ينزل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معللا سبب ترجيحه هذا القول أن المقسم عليه
مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الخطأ. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقصود أنه وحي محفوظ وما ينبغي وليس للشياطين أبدا طريق إليه. يقول: ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه وتعالى آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد حرث بالنجم إذا هوى رصبا بين هذا الوحي، مقدمة بين هذا الوحي وحرفا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. في المقسم به اللي هو النجم إذا هوى النجوم دليل على المقسم عليه، وهو إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى، يعني يقول هذا المعنى غير واضح، أن تقول والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل واضح، فهو يرى أن هذا قول مرجوح. وكذلك يقول: وليس بالبين أيضا تسمية نزوله هويا، ولا عهد في القرآن ذلك، القرآن يوصف بأنه نزل أو أنزل أو كذا، لكن ما في القرآن ما عهد في حق القرآن أن يقال هوى بمعنى أن القرآن نزل، ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت، وليس بالبين أيضا القسم بالنجم أو بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين. بمعنى أن الإمام القيم رحمه الله تعالى يستبعد أيضا القول بأن والنجم إذا هوى يعني والنجم إذا انتثرت أو إذا انتثرت يوم القيامة. يقول: لأن هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني العادة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم بإيه؟ بالآيات الظاهرة البينة لله، واضح؟ فقوله هنا والنجم إذا هوى يبعد أن يكون المقصود والنجوم إذا انتثرت وانتثرت يوم القيامة. يقول: لأن هذا مما يجعله مما يقسم الرب عليه، فالقرآن والله سبحانه وتعالى يقسم على أن النجوم سوف تنتشر وليس يحلف بالنجوم إذا انتثرت، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن، الله تبارك وتعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بتحقيق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى للقول الراجح في تفسير هذه الآية. أما العلامة القرآني محمد أمين السنقري رحمه الله تعالى فقد تكلم أيضا بقوله: اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم المراد به النجم إذا رزمت به الشياطين، وقال بعضهم إن المراد به الثريا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ولفظه ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها. ومنه قول نابغة لبيان: أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب، إلى آخر قوله والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب، يعني لذلك الثريا. إذا هوى أي سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم الزهرة، كوكب الزهرة بالذات، لأنه كان هناك قوم يعبدونها. وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وهذا وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقوله: فيهزم الجمع ويولون الدبر، فأطلق المفرد المقصود به الجمع ويولون الأدبار. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، والمقصود بالملك إيه؟ الملائكة. وقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرف. وقال تعالى: ثم نخرجكم
طفلة يعني أطفال. وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. فقال الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. فبدت تعد النجمة، لو كان النجم واحد فقط كما هو في اللفظ المفرد نجم، هل كانت تتعد النجوم؟ يطلق المفرد ويراد به الجمع. فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. وعلى هذا القول فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انكسارها يوم القيامة، سقوطها إذا غربت أو انكسارها يوم القيامة. وقيل النجم النبات الذي لا ساق له. وقال بعض أهل العلم المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما في 23 سنة، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربيا صحيحا، كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. وعلى هذا فقوله إلى هوى، أي والنجم إلى هوى، يعني يقسم الله تعالى بالجملة من القرآن إذا نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هوى يهوي هويا إذا اخترق الهوي أو الهوى نازلا من أعلى إلى أسفل. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها، وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي. كما قلنا مرارا العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لما يقول كلمة عندي فهو أهل أن يقول عندي، لأنه من يعتبر الله تعالى أعلم النجم القرآن في هذا العصر المتأخر. حيث الشيخ توفي سنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى، ولكن بشهادة جميع تلامذته أنه ما رؤي أعلم بكتاب الله منه على الإطلاق. وبالفعل إذا سمعت الشيخ تنفيذ رحمه الله تعالى، وكل سمعت لأن الشيخ تنفيذي من الذين علمهم أكبر من كتبه، يعني كتبه التي نقرأها خاصة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لا يدل على سعة علمه الحقيقي. ومن الناس من تكون كتبه أكبر من علمه، ومنهم من يكون علمه أكبر من كتبه كالإمام السجدي رحمه الله تعالى. وأنا أستمع تسجيلات الشيخ السجدي وهو يقرأ وهو يقول، ما أقول يقرأ لأنه ما كان يقرأ وإنما كان يتناقر العلم منه كالذرة الذي لا ينقطع كالسيل الهادر إلى يعني هجم واضح، ولا يتوقف عن الكلام إلا لسعله يصيبه الكحة أو شيء من هذا يريد أن يأخذ نفس أثناء القراءة، فعند إذن فقط يتوقف. أما علم الغزير الذي ما عرف له نظير في علم القرآن الكريم في هذا الزمان بشهادة تلاميذهم نفسهم، يعني إما كالشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الحامد الخالق وغيرهم ممن تتلمذوا على كديه، بل ممن تتلمذ عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع زلالة في قدره، لكنه أخذ عنه شيء من علوم خاصة في البلاغة واللغة وهذه الأشياء. فالمهم يعني العلامة التنفيذ وإن كان معاصرا حينما يقول هذا القول ليس بوجيه عندي فهذه كلمة مقبولة، لا كما يتصدق بها كثير من الأفراخ من طلبة العلم، فكان يقول عندي في هذه المسألة القول الراجح كذا وعندي كذا. فهؤلاء حقيق أن يقال لهم يعني قول الشاعري يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأظهر أن النجم يراد به النجوم، النجم يراد به النجوم، وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح. والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القدر في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة. وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت
فقال بعضهم انتثارها يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واقع فيه، وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، أي علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله تعالى نلاحظ في الآية الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالعلامة الشنقيطي يفسر هذه الآية هنا في سورة النجم على ضوء تلك في سورة الواقعة، فيقول إن المراد والنجم إذا هوى قسم بإيه؟ بمواقع النجوم، بمواقع النجوم التي هي منازلها في السماء لأن النازل في محل يقع فيه، فلا أقسم بمواقع النجوم هي التي تفسر قوله والنجم إذا هوى. يقول المقصود يعني في الآتين بمواقع النجوم نجوم القرآن الكريم، وهي نزوله منجما متفرقا لأمرين: أحدهم أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى، هذا هو القسم والنجم إذا هوى، ما هو المقسم عليه؟ ما ضل صاحبكم وما هوى، وأيضا وما ينطق عن الهوى، هذا هو المقسم عليه. فالإقسام على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى آخره. والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، هذا خطر أيضا بالقرآن والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. إذا هذا هو الدليل الأول، الاستدلال به بأن المقسم عليه هو هذا القرآن الكريم. الثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وهو يفسر آية النجم والنجم إذا هوى يعني ومواقع النجوم. واضح؟ كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، هذا هو جواب القسم، يعني محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب هنا لقريش، ما ضل صاحبكم الخطاب لقريش، أي ما حاد عن الحق ولا زال عنه. والضلال كما قال بعض العلماء يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته. فالضلال يطلق على الشخص إذا جهل الحق وما علم به، هذا يطلق وما سمع، هذا يسمى أيضا ضلال الجهل بالحق. أما الغي
فهو العدول عن الحق مع معرفته. واضح؟ فالضلال الجهل بالحق والغي، العدول عن الحق مع معرفته. فهنا تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كليهما. فالمقصود بما ظل صاحبكم وما غوى، يعني ما جهل الحق وما عدل عنه، بل هو عالم به متبع له. يقول الفاصلي: ما ظل صاحبكم أي ما حاد عن الحق ولا زال عنه، وما غوى أي ما صار غويا ولكنه على استقامة وسداد وركد وهدى. وفيه تعريض بأنهم أهل الضلال والغي، وذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان صاحبهم للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة، فهو تفتيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه، وإشار إلى أنه كان أبدا موحدا لله، فما ظل صلى الله عليه وسلم وما غوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وبين المقتن به والمقتن عليه من التناسب ما لا يخفى. المقتن به اللي هو ايه؟ سرائد القيم والنجم الى هوى، النجوم التي ترجم بها الشياطين لحراسة الوحي وحراسة السماء. والمقتن عليه اللي هو ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فيقول: بين المقتن به والمقتن عليه من التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمى الشياطين آيات من آيات الله، يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحركا لهذه النجوم الهاوية. ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال المنافية للهدى والغي المنافية للرشاد. ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله، فالهدى في علمه والرشاد في عمله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حديث الأرباب ابن سارية. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله، وأعماهم قلبا، وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولله جر القائل: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قصده. طبعا هذا يعني إيه، هذا هو يعني سرار الخلق، أثار الخلق لا خير فيه على الإطلاق. فهو في علمه ضال، في قصده ضال غاوي، في عمله أيضا غاو. الناس أربعة أقسام: القسم الأول ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، فساد العلم والعمل. واضح؟ ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء سرار الخلق وهم مخالف الرسل. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، مهتد في علمه لكنه غاو في عمله. وهؤلاء هم الأئمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الغضبية. من هي؟ أمة اليهود أعانهم الله، أمة الغضب، عندهم العلم لكن ليس عندهم العمل. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فذلك حينما وصف الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم: يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الايه
اليهود لفسادهم لفسادهم الايه العملي، ولا الضالين لفسادهم الايه الاعتقادي والعلمي. فالنوع الثاني مرتد في علمه غاو في خلقه وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه راشد في خلقه، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددا هم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعرفونه، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ظلام، ولا ينكرون عليه أمرا واحدا قط. وقد نبه على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم. وبقوله تبارك وتعالى: وما بصاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وأنتم تعرفون ذلك لأنه صاحبكم وقد عاشرتموه عمرا مديدا طويلة. ويقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته، أي ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عالم متبع له. وما ترمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: إن هو إلا وحي يوحى، استدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد. والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآية. قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد لما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولما قال وما كان للنبي أن يكون له أسرى. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: ولا منافاة بين الآيات، لا منافاة بين الآيات، لأن قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه، لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه. فمن يقول إنه سحر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكبرهم، ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك وأثر الأسارى يوم بدر، واستعصى لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك، يعني هو في هذه الأشياء وفي هذه المواقف ما نزل عليه وحي خاص، وإلا لو أوحى الله إليه وحي خاص في هذه المواقف لا حتما كان سوف يبلغه عن الله كما أنزله الله. أما ما وقع في هذه المواقف فلأنه لم ينزل عليه وحي خاص في ذلك صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، قال قتادة، أي وما ينطق بهذا القرآن عن هواه ورأيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه تعريض بهم أنهم هم الذين ينطقون عن الهوى. قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، قال أبو عبيدة عن الهوى أي بالهوى، في تفسير
ان عن هنا بمعنى الباء، وما يمسك عن الهوى يعني وما يمسك بالهوى، فتكون كقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، اي فاسأل عنه خبيرا، فجاءت الباء بمعنى عن. اما قتادة فقال وما يمسك بالقرآن عن هوى، قال النحاس قول قتادة اولى، وما ينطق بالقرآن عن هواه. النحاس يرجح قول قتادة على قول أبي عبيدة، يقول قول قتادة أولى وتكون عن على بابها، أي ما يخرج نطقه عن رأيه إنما هو بوحي من الله عز وجل، لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، فهنا حرف عن فيها تنزيه الإيه؟ لمصدر كلامه في الدين، إنه ما يصدر عنه أبدا كلام في الدين إلا عن الوحي لا غير، ولا يمكن أن يكون صادرا عن هواه. هذا أبلغ من قول، هذا أبلغ من القول بأن وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى. وأقوى من هذا القول أيضا، أقوى أيضا من قول قتادة، قتادة قال وما ينطق بالقرآن عن هواه، قول من قال وما ينطق عن الهوى، ما ينطق ليس فقط القرآن، ما ينطق في أي شأن من شؤون الدين عن الهوى، فيستدل بهذا على أن السنة وحي كالقرآن تماما، كما ولقول الله تبارك وتعالى بعده مباشرة إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. وجملة يوحى إن هو إلا وحي يوحى صفة مؤكدة لوحي، إن هو إلا وحي واضح. طيب وحي وظف أنه يوحى، نعم، لأن هذه الجملة يوحى صفة مؤكدة لإيه؟ لوحي، لأن إذا وجدت بعدها وحي يوحى فإنها قطعا ترفع احتمال أي مجاز، تقطع وتمنع وترفع احتمال أي مجاز في قوله إن هو إلا وحي، وأكد كلمة وحي بقوله يوحى رفعا للمجاز، وأيضا لتفيد الاستمرار التجددي إن هو إلا وحي يوحى، لأن كان عند نزول هذه السورة وهي مكية استمرار في يوحى يعني سوف يستمر ويتجدد نزوله إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. والضمير للقرآن إن هو، أي إن هو أي القرآن، مع أن القرآن لم يذكر آنفا، لكن لفهمه من السياق ولأن كلام المنكرين كان في شأن القرآن الكريم، وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فما هو إلا وحي يوحى، وتدل بذلك على أن السنن القولية من الوحي. وقواه بما في مراسيل أبي داود عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. واستدل أيضا بهذه الآية على منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، والصواب هو الأول. قاسمي يرجح أن المقصود بهو الضمير يعود إلى القرآن الكريم، لماذا؟ لفهمه من السياق، ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. أعني كون مرجع الضمير للقرآن لما ذكرنا، فإنه رد لقولهم افتراء، فالرد على إتهام القرآن بأنه مفترى بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرينة من أكبر المخصصات، والقرينة من أكبر المخصصات، وجلي أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون بالرأي في أمور الحرب وأمور أخرى، فلا بد من التخصيص قطعا، وبأنه لا قوة في المراسيل لما تخرر في الأصول. يعني هذا الخبر مرسل عن حسان بن عطية، كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة ينزل على القرآن. طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيه نظر، ويقوله أنه لا قوة في المراسيل لما تخرر في الأصول، هذا لو كنا نحتج على أن السنة واحد فقط بهذا المرسل، ونحن في الحقيقة غير محتاجين وغير مستفرين للمرسل، ضعيف طبعا ومن أقسام الضعيف، لكن عندنا ما هو أقوى، عندنا أدلة القرآن نفسه وعندنا أدلة من سنة
كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحقيقة نحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة مع هذه يعني القضية، لكن بعد أن نذكر أيضا كلاما للإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية، يقول: ثم قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ينزه نطق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورشده. وقال: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق، فمصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. فالقول بأن ما يصدر وما ينطق عن الهوى، المقصود به عن الهوى يعني ما يصدر عنه إلا بالوحي لا عن الهوى، أقوى من قولك وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى، لأن في هذه الحالة إذا قلنا بالهوى فتكون إيه؟ تنزيه لنفس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أنه لا ينطق بالهوى وإنما ينطق بالحق. لكن حينما تقول وما ينطق عن الهوى فتتضمن أمرين: يتضمن الهوى نفي الهوى عن مصدر نطقه، ثم أيضا إلى جانب الفائدة التي ذكرناها وهي نفي الهوى عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره بالهدى والرشاد لا الغي ولا الهوى ولا الضلال. ثم قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، فعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل آنفا، ذكرنا قول القاسم إن هو، القاسم رجح إن هو تعود إلى القرآن الكريم، قال لأن هذا هو الذي كان يعني كان الكفار يزعمون أنه يعني افتراء، وأن القرآن هو المفهوم من إيه؟ من السياق. واضح. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. يقول: لا، المصدر المفهوم من الفعل اللي هو إيه؟ وما ينطق عن الهوى. ما هو المصدر المفهوم من الفعل؟ فين الفعل؟ في قوله وما ينطق عن الهوى. الفعل هو إيه؟ ينطق. الفعل الجملة ما فيهاش فعل غير هو ينطق، وما ينطق عن الهوى. ففهم من هذا الفعل المصدر وهو الإيه؟ النطق. فكلمة إن هو إلا وحي يوحى تعود إلى المصدر المفهوم من الفعل. فمعنى إن هو إلا وحي يوحى يعني وما نطقه إلا وحي يوحى، هذا معنى كلامه. يقول: ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال بهذا، يعني الإمام الشافعي ينتصر لهذا القول، أن الآية تفسر إيه؟ تفسر يعني وما ينطق عن الهوى، يعني كل ما نطق به النبي عليه السلام في الدين سواء كان في القرآن أو في السنة وحي يوحى، مع طبعا وجود فوارق كبيرة بين القرآن والسنة، لكن نتكلم عن المصدر، يعني القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وحي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما السنة فالمعنى موحى به من الله سبحانه وتعالى، وأما اللفظ فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، بجانب طبعا القرآن يتعبد بتلاوته، السنة لا يتعبد بتلاوته، وهكذا. فالشافعي رجح هذا القول بقوله: لعل من حجة من قال بهذا قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العطف هنا يدل على المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأرجع يعني بعض العلماء قاعدة، وهي أنه متى ما ورد الكتاب مقترنا بالحكمة في القرآن الكريم في سياق
الامتنان على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. الحكمة ما دامت تأتي مقترنة بالكتاب، كتاب والحكمة خط إيه؟ يعني في حق النبيين عليه السلام أو في حق أمتنا في سياق الامتنان، فيراد بها حتما الإيه؟ السنة باتفاق السلف كما سنغير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشافعي قال لعل من حجة من قال بهذا قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى الحكمة معطوفة على كتاب، كتاب أنزله الله، فتكون الحكمة أيضا أنزلها الله. قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك إلى آخر الحديث. وذكر أيضا جملة من الأحاديث والأثار سوف نذكرها. وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن زهير، أخبرنا مسلم عن ابن زهير، مين بقى مسلم؟ كما الشافعي يقول أخبرنا مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي، عن ابن زهير عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول، ايمان العقول، اخي بيشير الى الراس ده العقال بتاع الجماعه، لا العقول جمع عقل هو المقصود بها الديه، الديه عن طاووس عن ابي طاووس عن ابيه ان عنده كتابا نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول فانما نزل به الوحي. وذكر الاوزاعي حسان بن عطيه ان قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران ويعلمه اياه. وذكر الاوزاعي ايضا عن ابي عمير صاحب سليمان قال اخبرني القاسم ابن مخيمره قال حدثني ابن فضيله قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعر لنا، قال لا تسالني عن سنه احدثها فيكم لم يامرني بها ولكن سالوا الله من فضله. وابن فضيله هذا يسمى طلحه، فقد صح عنه انه قال الا اني اتيت الكتاب ومثله معه، وهذا هو السنه بلا شك. وقد قال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وهما القران والسنه. فكما يعني بينا نحن حينما نقول ان السنه وحي، او حينما نقول ان المقصود بقوله تعالى ان هو الا وحي يوحى، نقول ان هو تعود الى المصدر المفهوم من الفعل، اقرب فعل هو ايه؟ ينطق، وما ينطق عن الهوى، ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. وان هذا ارجح من قول من قال ان الضمير يعود الى القران الكريم. طبعا هذا هو اول الادله، هذا هو الادله على ان السنه وحي، لان الادله على هذا ادله من القران وادله من السنه، وليس فقط المرسل مرسل ايه حسان بن عطيه. لاننا يعني معناها ان كل قضيه متوقفه على كلمه حسان بن عطيه، لا، هذا والله تعالى اعلم تقصير، لان الادله اوضح من الشمس على هذه القضيه، وهي من القران وهي ايضا من السنه. فحتى لو لم يصح هذا الاثر عن حسان بن عطيه فلن يضرنا، لان الحقيقه هذه القضيه مبنيه على ادله في غايه القوه. اول الادله على ان السنه وحي هو هذه الايه في سوره الناس وما ينطق عن الهوى ان هو ان نطقه الا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه، ايضا الكتاب والحكمه السنه. يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال تعالى امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول ان اتبع الا ما يوحى اليه، ان اتبع الا ما يوحى اليه. وهل الرسول عليه الصلاه والسلام يتبع فقط القران ام كل ما يوحى اليه من القران او السنه؟ فكلمه ما يوحى اليه عامه تعم القران والسنه. وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وبعض المفسرين وبعض الائمه الكبار كالامام عبد الله بن مبارك فهم ان الذكر هنا ايضا يعم القران والسنه.
ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام عبد الله بن مبارك فقال له هذه الأحاديث الموضوع يشتكي له من الأحاديث الموضوع التي يضعها بعض الناس، فرد عليه قائلا تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيفهم من ذلك أن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يرى أن الذكر تشمل أيضا السنة، تشمل القرآن وتشمل السنة. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يبقى هنا في تنزيلين، تنزيل نزل أولا ثم تنزيل آخر أتى مبينا لهذا الذي أنزل أولا، وأنزلنا إليك الذكر سنة لتبين للناس ما نزل إليه، يعني القرآن الكريم، أن السنة تبين القرآن. يقول ابن حزم بعدما ذكر هذه الجملة من الآيات فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك. وتأملوا لهذا الضابط وهذا القيد، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله توكيد لكل كلام، هل كل كلام ثم قائلها فقال إيه في الدين، ليخرج كلام النبي يكون في الدنيا كما قال أنتم أعلموا به بأمور دنياكم، هذه أمر أخر. أو يخرج أيضا أمور التي حصل فيها اجتهاد، لأنه حتى إذا قل إنه يجتهد ويخفف الاجتهاد فالوحي لا يسكت أبدا على هذا، وإنما يصوب له ويبين له الحقيقة. يقول فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. طيب ربما يقول قائل كيف تقول إن السنة كلها محفوظة أيضا كالقرآن وأنه يمكن تضيع على جميع الأمة؟ الجواب وعن الأحاديث تلتبس على الناس، يلتبس الضعيف بالصحيح في، نقول إنما يلتبس على من؟ على الجهلاء. أما المختصون وأما أهل الحديث فإنها لا تثبت عليه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم فيا ويل أعداء السنة. يقول هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد سئل ابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وترعيه فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. ولا تخيلوا بقى الأخ الحقيب أخ الكنافة لما يقول مثلا الضلالات التي قالها في شأن السنة وأنه عايز يفهم القرآن فقط، ودائما ما بيخرج من هذا الكلام إلا من ناس يعني مغموطة ومتهمة في عقولها سواء من الكتاب أو المفكرين أو الضليل، بل يعني كثيرا ما كانت تبدأ فكرة ادعاء النبوة بنفي السنة أولا، كل من يدعي النبوة تقريبا. وهذا ما يعني قاله شيخنا العلامة الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى السندي، كان يقول هذه العبارة، كان يقول تفتش في سيرة الذين يدعون النبوة تجد يعني كثيرا منهم أو غالبا ما تكون يسبق الدعاء النبوة التكذيب بالسنة. وهذا فعلا إذا فتشنا سنجده كثيرا، نجده مثلا في مسيلمة سوسان المدعو رشاد خليفة، فهو بدأ بإيه؟ بإنكار السنة، وقال السنة دي واحد من الشيطان، وإلى آخر خزعبلاتي طبعا لا نضيع الوقت بذكرها. واضح، فكثير من يدعون النبوة يدعوا أولا بإيه؟ بهدم السنة، لأن السنة هتتطبعه، هتجيب له طباع السنة كل شوية الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وكذا وكذا من هذه الأدلة. فحين أن القرآن أدلة القرآن قد تكون طيعة في يد صاحب الهوى كما يقول الشاعر وكم من سفيه خابط في ضلالة
وحجته فيها الكتاب المنزل، لأن القرآن حمال يحمل وجوها شتى، فالقرآن محتاج إلى السنة كيف تبينه وتفصله وتوضحه. فمن أجل ذلك هو يريدون أن يصدوا باب السنة عند الناس، يعطيهم يعني براحتهم بقى يطعنوا كما يريدون أن يطعنوا. فلذلك وجدنا بعض أولياء الضالين يقول إن الصلاة لا تجب إلا ركعتين الصبح وركعتين بالليل بس كده فقط. واضح؟ واضح. ويزعمون أنهم يستدلون بفهمهم المستقيم للقرآن. فيعني هذا يعني تنبيه عابر بالنسبة لهذه المسألة. فحفظ الإسلام لا يتم، لا يحفظ إلا بحفظ القرآن، والقرآن لا يحفظ إلا بحفظ السنة، لا شك في ذلك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلازم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة وأن يتعهد ببقائها، والإشارة إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لابد أن تحفظ السنة أيضا كي يحفظ القرآن ولا يحصل إلحاد في فهم آيات الله تبارك وتعالى. من الآيات التي اقترن فيها الكتاب بالحكمة وهي حتما بالشروط التي ذكرناها يقصد بها السنة، قول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. منها قوله تعالى ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. ودعوة إبراهيم، ودعوة إبراهيم استجيبت. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم كما تلاحظون كتاب مقترن بالحكمة في سياق الامتنان مخاطبا به هذه الأمة أو رسول عيسى. لا بد أن نفسر الحكمة أنها السنة. واذكروا نعمة الله عليكم امتنان، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من إيه؟ من الكتاب والحكمة فيه يعظكم به. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي كما يتلى في بيوت أزواج النبي عليه السلام؟ القرآن والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى من آيات القرآنية التي تدل على أن السنة واحد، قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالشاهدون في قوله بيانه ثم إن علينا بيانه، هذا تكفل وتعهد وضمان من الله أنه سوف ينزل أيضا ما يبين القرآن الكريم. فقوله ثم إن علينا بيانه أي إظهاره بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام، تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق به بها من الحلال والحرام والتفصيل والإزمان والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إليه، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فهل هداية الرسول عليه السلام مقتصرة على القرآن فقط أم أنه يهدينا بالقرآن وبالسنة؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. فالعصمة من الضلال مشروطة بشرطين ليس بشرط واحد. فكل من ادعى أنه مهتد وأنه بعيد عن الضلال وفي نفس الوقت يدعي أنه سمع القرآن فقط فنقول حتما أنت ضال، قطعا أنت ضال. ولذلك قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة فقال لك دعنا من هذا وأجبني عن القرآن فاعلم أنه ضال، فورا يعطيه هذا الخطب إنه ده ضال. مفيش كلام. أي واحد يقول القرآن فقط ويظن أن هذه كلمة سوف يشفع له، لا، نقول له أنت قطعا ضال، لأن العصمة من الضلال لا تكون إلا بالقرآن مع السنة معا. لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. ومعروف أن ما يعني علق على الشرطين لا يتم بأحدهما، لأن الشرط إذا عدم
ما توجد الحقيقة أو الذات، فبالتالي لا يمكن أن يعصر من الضلال من قال القرآن فقط، بل نحن نقطع جزما بأنه ضال. أما من قال القرآن والسنة فهو يعني المهتدي. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. دليل آخر من أدلة القرآن الكريم على أن السنة واحدة قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتبهوا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا هنا الجعل هنا شرعي أم كوني قدري؟ شرعي، يعني ما جعلنا يعني ما شرعنا. طيب ما شرعنا القبلة التي كنت عليها، يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن الذي أمر باستقبال قبلة بيت المقدس هو الله سبحانه وتعالى أم النبي عليه السلام. يعني الآية تدل على كلمة ما وما جعلنا هذه العظمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما شرعنا وما أمرناكم باستقبال القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ما ينقلب عليه. لو أن أوامر الله محصورة في القرآن، نسأل سؤالا: أين في القرآن الكريم الدليل الذي تشير إليه هذه الآية؟ أين في القرآن الأمر باستقبال قبلة بيت المقدس؟ لا يوجد، لا يوجد في القرآن، ومع أنها غير موجودة في القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا دليل قرآني واضح وضوح الشمس على أن السنة وحي كالقرآن، لأن هذا الجعل ما حصل في القرآن وإنما حصل في السنة، عرفناه من السنة وما وجدناه في القرآن على الإطلاق. أي نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه إبراهيم عليه السلام لم يتوجه إليها، بل كان ملتزما للتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه، يعني ضد رغبته، لكن القيادة لأمر الله استقبلها طبعا. وتدلنا أيضا على أن التزامهم لذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس، لأنها إنما أنزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن، بوحي من الله لكن مش في القرآن، وهو لم يبق إلا وحي السنة. وقال تبارك وتعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هل هذا في القرآن الذي أخبر زوجته به؟ هل هذا في القرآن؟ لا، ما نجده في القرآن، نجد القرآن إشارة فقط مجملة. ثم نتحول إلى أدلة السنة نفسها على أن السنة وحي. فعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السلاع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراء. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. فنلاحظ هنا قوله عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن، أوتيت
أوتيت. الفعل الأصل لها إذا مبني المجهول. طيب لما تقول في جملة بقى مبني المعلوم بتقوله إيه؟ أتى أتى آتى آتى عشان يتعدى المفعول. لما أتى عليه ده فعل إيه؟ لازم أو أحيانا يتعدى، لكن آتى يتعدى إلى مفعولين. يعني أتى أتى علي يبقى جاء، يبقى هنا لازم. مثلا أتى بيته يبقى هنا متعدى المفعول واحد، لكن آتى آتى بالمد تتعدى إلى مفعول آتاني الكتابة، يبقى الياء هي المفعول الأول والكتاب المفعول الثاني. فقوله هنا عليه السلام قال إني أوتيت القرآن، أوتيت القرآن يعني إيه؟ آتاني الله القرآن، آتاني الله القرآن. يبقى المفعول الأول إيه؟ الياء، والمفعول الثاني القرآن. فقوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله يدل على أن مصدر الكتاب ومصدر هذا المثل واحد. ألا إني أوتيت، أوتيت يعني أوحي إليه، فمصدر الكتاب ومصدر المماثل له واحد. وحيث إن الله عز وجل هو الذي آتى نبيه الكتاب، فهو سبحانه الذي آتى نبيه المماثل لهذا الكتاب وهو القرآن وهو السنة الشريفة. فهذا بالنسبة لكلمة إيه؟ أوتيته، أوتيته القرآن ومثله، ومثله معه. ما معنى هذه المماثلة في قوله ومثله معه؟ إما أن تكون المماثلة في كونه وحيا، يعني كأن القرآن وحي فالسنة مثله في كونها وحيا، وإما أن تكون المماثلة في وجوب العمل بالقرآن كالكتاب العزيز. غير أن الاحتمال الأول تؤيده وترجحه الأدلة السابقة من القرآن الكريم وأيضا الأدلة التي سوف تأتي. فأفاد هذا الحديث، حديث المقدام ابن معبد كرب رضي الله تعالى عنه، أفاد أن السنة وحي مع القرآن، مع القرآن. وأفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويرفض السنة كأفراد هذا الزمان مصطفى محمود وأمثاله من الجهلة الذين ما عرفوا على الإطلاق بطلب العلم الشرعي، ليس له أبدا أي شيء في هذه الصناعة. يعني فهؤلاء الذين يتفصلون على العلم الشرعي ولا يكتفون بذلك، بل يتصورون عليه ويريدون ان يهدموا اصول الدين بالطعن في احاديث متواتره في احاديث الشفاعه او غير ذلك من ضلالات هذا الزمان التي لم نعد نستغربها لكثره ما نسمع المنحرفين والضالين ويعني المبتلمين على هذه النبي عليه الصلاه والسلام. فيكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يصف بوصف، طبعا هذا الحديث ايضا علم من اعلام النبوه، لماذا؟ لانه اخبار عن غيب وقد وقع كما اخبر، وهو ان هناك فرقه ضاله سوف تظهر اسمها فرقه القرانيين. هذا تنبا النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء القوم، الا يوشك رجل شبعان على اركه، هذا تنبؤ بشيء حصل. وهؤلاء الذين يظهرون بيوم اخر يطعنون في السنه ينطبق عليهم هذا الحديث، الا يوشك رجل شبعان على اركه. طبعا هذا هذه العبارة فيها منقبة في مفهوم أو مفهومها يدل على منقبة عظمى لأهل الحديث. أهل الحديث وجهادهم ورحلتهم في طلب العلم وحراسة حديث الرسول عليه السلام، والذي يعني لو تتبعه الإنسان لوجد فيه الأعاجيب، الأعاجيب وكيف أن الله سبحانه وتعالى فعلا حصر الدين بتفسير أهل الحديث وجهادهم الدؤوب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق اهل الحديث بامور اساسيه جدا، من ضمنها الجوع والفقر والظمأ والعطش والمعاناه الشديده في الرحله في طلب العلم. فيعرف هذا، وفي هذا مصنفات مستقله، انهم عانوا الفقر والجوع والمرض والنصب في سبيل الرحله، حيث كانوا يمشون يعني الاف الاميال على اقدامهم، كما فعل بقيه بن مخلد حينما رحل على قدميه من الاندلس الى بغداد ليسمع من الامام احمد على رجليه مسافرا. تخيلوا هذه المسافه والامثله في ذلك كثير. فهم جمعوا من الرحله في طلب العلم، وكانوا يقاتلون في هذه الرحله الشدائد ويعانقون الفقر والجوع والقصص الطويله لا نريد ان نخرج عن الموضوع بذكرها. لكن هؤلاء المكذبون الضالون الذين يطعنون في سنه النبي عليه السلام جمعوا النقيضين، فشبعان رجل شبعان، شبعان يعني هذا إشارة إلى أنه ناس مترفون، ترى لا سافروا ولا جاهدوا ولا نصبوا ولا عطشوا ولا مرضوا في طلب الحديث ولا رحلوا،
رحل رحل إلى أين رحل هؤلاء المكذبون الذين يطعمون في السنة؟ رحلوا إلى ما عرفوا بالرحلة على الإطلاق ولا عرفوا بالجسوع بين ركب العلماء أبدا، ما جسوا على ركبين أمام العلماء أبدا، ما يعرف عنهم ذلك. لكن الآن أسهل شيء الإنسان يتصور ويقصد من الصور ويدعي أنه دخل في حوزة العلم الشرعي كما يقصد من هؤلاء الناس. فسبعان على أركات أو متكئ على أركات في بعض الروايات، إشارة إلى البطر، وإنه الناس يعني مترفين وناس فضيين لا يسافر ولا مستعدين يتعبوا، لا ده هو عايز البخاري لا يعني يرميه كده في المحرقة أو في كذا أو كذا ويصطب على كل هذه الجهود بإيه؟ بجر القلم أو بكلمة تصدر منه أو بمقالة يكتبها في جريدة ويرحب به يعني هذه الأبواق الضالة المنحرفة وتشجعه على أن يمضي في الطعن، ثم يحدثون الآراء الجادة التي تبطل يعني الضلالة فيهم وشبهة دي. فتأملوا كلمة شبعان على أريكته، يعني إنسان إيه مترف مش فاضي طلب العلم ولا يسهر ولا يرحل ولا يسافر ولا يمرض ولا يفتقر ولا يشرب بوله كما حصل من بعض علماء الحديث اللي ينقذ نفسه وينقذ حياته وراح في طلب العلم. فشبعان وجهاده فين؟ على أريكته، متكئ على الأريكة مبسوط ويكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل تلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، بعدما قال إيه؟ أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أكد أن المثل السنة مثل القرآن كلاهما وحي آتاه الله إياه. ثم ذلك تنبأ بهؤلاء القرآنيين الضالين، ثم أعطى قاعدة عامة أيضا مؤكدة إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ثم زاد على ذلك بأن أتى فعلا بقسم مهم جدا من أقسام السنة الثلاثة، لأن السنة على ثلاثة أقسام، إما أن تأتي مؤكدة يعني لما نفس ما ورد في القرآن فيكون هذا من باب توارب الأدلة على المعنى الواحد أو الحكم الواحد، وإما أن تأتي مفسرة للقرآن مبينة له مقيدة للمجمل مخصصة للعام إلى آخره، وإما أن تأتي السنة وهذا أبغض الأقسام إلى أعداء السنة اللي هو أن تأتي السنة إيه بحكم مستقل غير موجود أصلا في القرآن. فمن ذلك ما ذكره هنا ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة معاهدة ومن نزل بقول عليهم أن يقروه فإن لم يقروه لم يبذلوا حق الضيافة فله أن يعاقبهم بمثل القراء، كل حق فيما يماثل القراء والضيافة. أيضا من ذلك فهذا هو الأمر الثاني، يبقى الحديث أفاد أن السنة واحد مع القرآن أفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويصل السنة، وبين أحكاما شرعية تستحل السنة بتشريعها وهي لم ترد في القرآن الكريم نصا، وإنما جاء في القرآن إحالة بمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة ابن نويلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة عن فحص سعر لنا يا رسول الله، شدت الأسعار سعر لنا يا رسول الله، قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسألوا الله من فضله، في حين أننا يعني رسول تنع من إيه؟ من التسعير خشية أن لماذا لأنه لم ينزل وحي عليه بهذا التسعير، فيخشى أنه لو قال من عنده بدون وحي يكون قد أحدث فيكم شيئا لم يأمرني به. ومع ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين احكاما ليست في القران، فدل هذا الحديث على انه متى ما بين وتكلم في الدين وسن لنا السنن فهذا يدل على انها كانت بوحي وانه لم يحدثها من تلقاء نفسه وانما اوحيت اليه. وعن ابي هريره ولك حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وسالم واسلم، نعم غفار غفر الله لها واسلم سلمها الله، ما أنا قلته لكن الله قاله. هل توجد آية في القرآن نصها غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله؟ لا. ومع ذلك كل القرآن بعدما قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله قال ما أنا قلته ولكن الله قاله. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله، إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وأفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، واستبيت منه بمائة شاة ووليدة، يعني بدل ما يرجمه يدفع له مائة شاة ووليدة جارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أني لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا الحديث رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فطبعا واضح تماما ان هذا الشخص غير موجود في القران، وهو في السنه، ورسول وصف انه ايه: لاقضين بينكما بكتاب الله. وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. كان يتمنى ان يرى رسول ساعه نزول الوحي عليه. فلما كان بالجعرانه ساله رجل فقال: كيف ترى في رجل احرم بعمره في جبته بعدما تضمخ بالخلوق، يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يقتر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاء الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى، قال: تعالى في اللحظة اللي أنت تتمناه. أشار إلى يعلى ثم يقل بيده، فجاء فأدخل رأسه، يعني داخل الخيمة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط. ثم سر عنه فقال: أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك واغسل اثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في خشك. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله هنا ثم سري عنه، هذه الحالة كانت كان يكون عليها عليه السلام حين ينزل عليه الوحي، هذا وحي جلي تماما في وحي القرآن، لا منام ولا إلهام، وهما القسمان الأخران من الوحي. يعني هناك وحي بالفعل، سنة الفعلية، كحديث أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بها الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بها الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله مثلين، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر، وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين. من الذي علمه؟ جبريل ملك الوحي. فهذا وحي إيه؟ بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، وفي رواية لمسلم: فأفاق يمسح عنه الرحضاء، العرق. وقال: أين السائل؟ قال: ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. طبعا هذه واقعة نزل فيها الوحي على رسول عليه السلام، وكان إذا نزل عليه الوحي يتحذر منه مثل الجماني من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، يعني عظيمة الجسم، تقرع النساء جسمها، يعني تكون أطول من النساء إذا وقفت معهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى، وفي يده عرق. عرق هو عظم يكثر عنه معظم اللحم ويبقى عليه بقية من اللحم. قال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال إكام يعني البراز. والحديث متفق عليه. طبعا سبق أن شرح الحديث بالتفصيل يوم الثلاثاء، واضح. لكن الشاهد هنا طبعا قوله إيه: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، ثم قال كذا وكذا. فهذا طبعا واضح أن دي وحي، كنا وحي.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، والإلقاء في الروع اللي هو الإلهام يعني، هذه صورة من صور الوحي. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، هذه صورة من صور الوحي السلام، إن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبقى أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. وهذا رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه من حديث جابر وصححه على شرط الشيخين وأخرجه الذهبي. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. وهذا صححه الألباني: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. هل هذا في القرآن؟ هذا من السنة. فيعني أخيرا يعني نذكر أثر حسان بن عطية بعدما ذكرنا أدلة القرآن وأدلة السنة على أنها وحي. فعن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا رواه أبو داود والبيهقي. وقال بعض العلماء إنه انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن. في ليلة هذا القدر أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.